الأطفال كمان عندنا إحنا بيكبروا بسرعة ما شاء الله، والحياة صارت سريعة والزمن صار سريع. أحيانا نشوف سلوك عند الأطفال، نكتشف سلوك خصوصا فترة المراهقة، فيحتاج أحيانا تدخل من أخصائيين، من معلمين. الأسر صار عندهم خبرة ما شاء الله تبارك الله، ممكن كمان أم عبد الهادي يكون عندها خبرة في الموضوع أو رأي. أهلا وسهلا فيك أستاذ غازي والأساتذة الكرام. طبعا أنا حواري والآن يكون على أساس تجربتنا مع عبد الهادي، يعني أنا غير أخصائية، بس لما نقع في تحدي مع عبد الهادي بنطلع في النت ونستعين بالأخصائيين هنا في المركز. طبعا من تجربتي مع عبد الهادي، لما كان صغير كان هو اصلا اساسا طفل جدا ودود ومسالم، كان يحب الاحضان وكان يحب ودود يقرب مني ومن والده. الان بدانا لما تظهر عليه علامات المراهقه المبكره، ومن تجربتي مع اخوانه في السابق تبدا تلاحظ انه هو يبدا يعتمد اكثر على نفسه ويبدأ يبتعد شوية عن الأهل. هو صح محتاجهم، بس العلاقة اللي كانت هذه يقول لك العلاقة يعني في ترابط شديد بيننا وبينه، يعني كان يحب الحضن، كان فجأة يجي يحضننا، الآن خف وكل ما له بيخف تدريجيا، فكنا بنستغرب. لكن بسبب تجربتي مع أخوانه في السابق عرفت إن هذه علامات المراهقة المبكرة يعني، فبدأنا نتقبلها بشكل طبيعي. وبالفعل كل ما له بيكبر بيعتمد على نفسه، يعني أول كنت أقطع الشارع لازم أمسك يده وهو يجي يجري وراي يمسك يدي عشان خايف من السيارة، بعد كده صار يرفض، يبقى يعتمد على نفسه، يحس نفسه زيه زي أخوانه إنه شخص كبير ما يحتاج مساعدة الأهل. فالأهل لا يستغربوا، هذا شيء طبيعي، يعني جزء من مرحلة بيمر فيها أي إنسان حتى الطفل الطبيعي، يعني لازم يعدي بهذه المرحلة. ويعني سبحان الله يقول لك إذا ما ظهرت هذه العلامات على الطفل يعني يعتبر إنه في شيء غلط فيه في شخصيته، فبنتقبلها. بدأ مثلا باعتباره إنه ولد، بدأ صوته يعلى شوية، أول ما كان صوته يعلى عبد الهادي جدا ودود، يطلع صوته لما مثلا بيتألم من شيء، أحد زعله، الآن لا بيعبر عن مشاعره وعن غضبه بصوت عالي، وحتى كمان إذا ما كان في غضب بس إنه بده يحس إنه إيش كبير، إنه رجل، فصوته بيعلى. فبنحاول إنه لا يا عبد الهادي أنت زعلان بشويش، يعني حاول إنه هدي هدي، فتلاقيه بيكبت شوية صوته، بيهدي، بيعمل كنترول، بس مجرد إنه يدخل غرفته يسك الباب بينفجر. بقول يعني شيء طبيعي باعتبار انه قدراته اللغويه محدوده، فشيء طبيعي انه ينفس، يعني يحتاج انه ينفس، يعني ليش انا اكبته خليه يطلع اللي في نفسه. يعني احنا بنفسنا لما بنضغط في عمل بنزعل صوتنا بيطلع، فليش استكترها عليه، لا خليه يطلع، بس انه لازم اهدي بالسلوك هذا اللي عنده. وطبيعي تحسي اصلا انه سواء ذوي اعاقه ذهنيه او أطفال طبيعيين تحسي نفس العلامات اللي بتطلع، نفس السلوك أحيانا، حتى لو سلوك مثلا غير حميد مثلا، أحس إنه الطبيعي زي ذوي الإعاقة بيطلع منهم سلوك، أحيانا نحتاج إلى تدخل من بعض الأخصائيين. قبل إيمان كمان أتوقع كمان عندكم. طبعا أيوه، إحنا يعني أوكي، يعني صح إنه أنا معلمة وطبعا البنت أو الولد معانا في الصف 8 ساعات تقريبا، يعني مهم، أنا يعني أنا من خبرتي يعني أحس إنه مهم إنه يكون في تواصل بيني وبين الولد، لأنه لازم أعرف يعني وكمان مهم إنه هو يعني يعرف تعبير وجهي. صحيح. يعني لما أكون إنه مثلا تكون تعبير وجهي جامد إنه في الشيء الغلط، عشان ونبين له كمان إنه لا كذا غلط، عشان يعرف لما يشوف هذا الوجه انه اعرف انه انت سويت غلط، انه لا لازم نوقف، لازم انه يعني يعني التصرف اللي هو سوى يعني يفهم من ملامح وجهه انه هذا التصرف غلط فيوقف. طبعا هو مو في يوم وليله، يعني الموضوع ممكن يحتاج خلال السنه، ممكن على اخر سنه يبدا الطفل او البنت انه خلاص تبدا تفهم انت ايش بتوصلي لها. يعني انا انه يعني هذه من الاشياء اللي احسها انا ضروريه لي انا كمعلمه، عشان الطفل او البنت او الولد يعني
تفهم يعني يكون في تواصل بينه وبينه، تفهم من ملامح وجهه حتى وين كانت يعني ما تتكلم، حتى وين كانت يعني لغتها واضحه، بس مهم انه انا ابينها يعني هي تعرف انه احنا حنمزح نضحك عادي يعني زينا زي العالم العادي يعني زي تعابيري مع اي انسان، يعني لما اكون انا مثلا منفسه منك ما حاجه يضحك لك طبعا يعني عشان انه خلاص يعني حاجه مثلا ما اطالع فيك خلاص يصير هو فاهم انه في شيء في مشكله يعني في حاجه، ولازم ضروري كمان اوضح له انه انا ليش تعبير وجهي كذا عشان انت سويت شيء غلط. صح. ما ينفع انه اسوي له مثلا انه لا كذا مثلا وجهي يكون جامد وما ابين له. صح. ما حيفهم، هو لازم نوضح له، وتعابير وجهي تكون يعني مختلفه حسب الموقف، يعني مثلا انه الموقف يضحك نضحك، موقف مثلا غلط لا خلاص يكون جامد، موقف جدي انه لا خلاص الحين ما في مزح خلاص انه لا وقت الدرس درس، يعني كل هذا يبين من تعابير الوجه عشان الولد يعرف يتواصل معاه يعني في يعني يفهم احنا ايش بنسوي الحين، يكون كل شيء واضح قدامه. سلوكيا ممكن يفيدنا استاذ رشاد اكثر، يعني ممكن يوضح لنا كيف يكون التعامل في السلوك. ما شاء الله كلكم تناقشتوا في مواضيع مره مهمه، ان كان في البيت او في المدرسه او في المركز، هي النقاط تكون بسيطة لو نحن عارفين إيش بنسوي، فلما يكون في وقاية هي أهم من العلاج. تفضلتي أنت عبد الهادي لما قلتي إنه أنا بحكم خبرتي مع الأولاد السابقين عرفت إنه هو لما دخل في مرحلة مراهقة فأنا كنت جاهزة لبعض الأشياء اللي حتصير في هذا العمر في هذا السن، وعشان يكون جاهزة عرفت أتصرف. كثير من الأهالي بيتفاجئوا فجأة بيلاقوا الولد تغير، طب ليش تغير؟ أنا كنت بتعامل معه بطريقة معينة وشغال معه بطريقة معينة، فجأة لقيته تغير، ليش تغير دحين؟ تغير دحين لأنه أنا لما بتعامل مع ولدي هو عمره 8 أو 9 كأهل أو حتى كأب أو أستاذ في الصف، ما حتعامل معه بنفس الطريقة هو عمره 13 14 15، فنحن لازم نكون جاهزين من البداية كيف نتعامل مع أولادنا بيست على أعمارهم وعلى تقدمهم في السن وعلى السيتويشنز كلها هذه. فبالتالي الجاهزية الأولى إن نحن نكون عارفين إيش بنسوي، كده يكون في وقاية أهم من العلاج، ونتفاجأ فجأة. كثير من الأحيان نقعد مع الأهالي ونجهزهم ونقول لهم سن المراهقة جهزوا نفسهم حيصير كده وحيصير كده وحيصير كده، الأهالي يكونوا عارفين لما يصير كده ما يتفاجئوا، فبالتالي يعرفوا يتصرفوا بطريقة كويسة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لازم وأكيد الأب لا تعرف وحضرتك طبعاً مع هذه تعرف في البيت، لما نشتغل على تعديل سلوك نكون كلنا في نفس الفريق، بمعنى حضرتك في البيت وابوه اذا عنده اخوان اكبر منه بكثير، اذا عنده دادة يشتغلوا معه، ما يكون في ايوه ولا وسوي كده وما تسوي كده وعقاب وثواب، الفريق كله يمشي عليه. لو الولد جدا ذكي لو راح لماما وقالت انه حيصير كده وراح لف لبابا وقال له شيء ثاني وبابا عكس كلمه ماما او العكس، طبعا ما حيصير في تغيير سلوك لانه اصلا الولد قاعد يعني بيلعب مع الولد اسكيا بيعمل صح بيجرب صح بيحاول هنا وهنا وهنا لما يلاقي له يعني مخرج وياخذ الاغراض بعدين زي الطفل الطبيعي بالزبط. بس انه بيعبر بقدراته صح بقدراته بالضبط، وقبل نفس الشيء في الصف الابداع اللي معك او الاساتذه اللي معك كلنا ماشيين نفس الخطه، فبالتالي كده يقدر يصير في تعديل سلوك. رقم ثلاثة وهذه النقطة مرة مهمة كمان شكرا على الأهالي، النفس الطويل. تعديل السلوك ما حيصير في يوم من الأيام. أكيد. فلما يصير في تعديل سلوك الثواب والعقاب أحيانا بياخذ وقت وبيصير في الولد بيبدأ يعصب أكثر، يزعل أكثر، يتصرف بطريقة غير جميلة غير محمودة. أحيانا الأهل يقول له لا أنا ما أقدر أسمح بكده، يوقفوا الخطة اللي ماشيين عليها. كسرنا المشكله من كسرنا الخطه ما حتلاقي تعديل سلوك. انا بقول لهم اصبروا اسبوع اسبوعين ثلاثه حسب الولد لبين ما تلاقي تعديل سلوك، وحيكون تدريجي لو لقينا 20 30 40 50% من ماشي صح. واخيرا وهذه النقطه كمان مره مهمه، كل ولد له مفتاح، نحن ما حنشتغل على كل ولد بنفس الطريقه. يعني لما نقول نحن ثواب عقاب في اولاد مثلا يحب الرياضه، نحن هنقول له انت عشان انك سويت كده اليوم ما حتروح تلعب كوره مع اصحابك مثلا، بس في وقت ما تفرق مع الكوره عنده شيء ثاني الايباد او برنامج معين على التلفزيون او خرج لمكان معين. فكل ولد له مفتاح، فلازم نحن نعرف ونتصرف
واكيد الاب لا عارفه ما بتتصرف بسبب النقاب كل اولاد ال 12 اللي معاها في الصف نفس الفريق. لا لا طبعا يختلفوا، واصلا كمان يعني يعني وكمان نفس العقاب مو طول اليوم يعني انا يعني افضل انه يعني هو الاصح صح انه يكون فتره وخلاص يعني حتى لو رجعت سوت خلاص انه انت ممكن تسوي انه انت ما انت شايفتها لانه ما ينفع تطول العقاب الفتره حقت العقاب ما ينفع تطول هو ما حيستوعب اصلا يعني انه انت قاعده تعاقبي فيفضل انه يمتلك فتره وبعدين ترجع عشان انت سويت كذا كذا ما حتروح بس خلاص يعني يكون في يعني تتكلم مع اي وتتكلم مع توضحي له يعني انا عندي لازم عشان انت عشان سويتي كذا 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 ما حتاخذي الايباد او ما حتلعبي مع صاحباتك وما حسوي العقاب وفتره معينه ايوه بعدين ترجع تلعب مع صاحباتها هذه عشان لو بتكرر يرجع ترجع يعني يبالها نفس نفس طويل كمان نقطه صبر بالضبط في نقطه المفاتيح هذه يعني المفتاح الاول جربتيه ما نفع جرب المفتاح الثاني الثالث الا ما حتلاقي أيوه. مفتاح تقدر تمسكيه ايوه صحيح بالضبط هو هذا شغل الامور رياضيات واحد زائد واحد ايوه يعني يبغى لها صبر تجرب اشياء يمكن ما تزبط يمكن تزبط شيء ثاني ايش كذا زي ما تفضلت حطيتك الصبر ايوه الصبر طول البال وما تبيني للطفل انه انت مستفزه منه لو لو عرف انه انت يعني خلاص ايوه هو جاب اخر خلاص حيشتغل لك على عشان كذا بقول لك الملامح حقت وجهك مره مهم انه انت يعني وين ما نبيه يعني ممكن هذه بالنسبه لنا احيانا نقطه ضعف احيانا احنا نقلب ملامحنا انه جديه ممكن يسوي حركه ممكن يتكلم كلمه ممكن يسوي اي حاجه تخليكي تضحكي فعلاً. بس احنا تحدي مع نفسنا انه لا انا ما حضحك ايوه انا من الناس يعني كنت اخذت فتره كنت اتدرب قدام مرايه انه كيف اخلي وجهي لانه بتصير احيانا الطفل يسوي موقف بس سواه بطريقه تضحك بس انت هو غلط اللي سواه بس انت الحين بتضحكي فتقومي تجمدي بس انت من جوه ميتة ضحك بس أيوه. لازم الوجه اللي قدامه ايوه يبين انه لا كذا غلط يعني فاهم انه لا تبين خلاص غلط وكذا ويعرف عشان يتنبه لانه كثيرين تسووا اشياء بس فعليا وهم كمان ما بيسووها متعمدين هم بيسووها عفويا ولكن لو احنا كمعلمين او كمدربين او كاسر ضحكنا خلاص حيمسكوه علينا ممكن الغلطه الثانيه اللي يسويها حيسوي نفس الحركه اللي ضحكي ايوه حيشوف حتضحكي ولا لا ايوه وفي نقطه مره مهمه نقطه انه كل واحد حسب قدراته يعني بعض الاولاد او البنات ممكن تعديل السلوك ياخذ فتره قصيره جدا اسبوع ايام في بعضهم حسب قدراتهم ممكن ياخذ شهور فهذه برضو نقطه جدا مهمه وساعات حتى نوع السلوك اذا كان سلوك بسيط بيصير التعديل اسرع واحدة من النقاط اللي ذكرها الأستاذ رشاد يعني كيف إننا نعمل كفريق ما بين الأم والأب والأخوة في البيت وحتى الأعضاء في مركز العون يعني مثلاً والد عبد الهادي بيقول لي ولقيناها هذه استراتيجية مرة كويسة يقول لي إذا أنا شديت أنت هدي يعني مثلاً مو إنه بدلع إني أدلعه لا إذا أنا شديت على مثلاً أبغى ينام بدري واقفل له البلاي ستيشن بعد تنبيهات نحط له المنبه ويفهم فكره المنبه المره الاولى الثانيه الثالثه ويقول لنا مثلا لما تيجي الثالثه يقول لنا صغير يعني عدوني كمان مجال يعني كمان لو خمسه دقائق او دقيقتين بس ما بيشبع يعني لو حطينا ان شاء الله 100 فخلاص في نقطه حاسمه الوالد بيشد فخلاص بيقفل له البلاي ستيشن وخلاص لازم تستعد للنوم فيجي يشتكيني فانا كمان يعني والده قال لي لا تحزمي انت كمان وتشدي انت هدي واحد يشد واحد يرخي معه صح فتلاقينا اقول له ايش فيك ايش عندك مشكله احضنه يهدأ يعني سبحان الله لما تحضني او تهدي تمسكي الطبطبة على كتفه يهدأ فيهدأ يقوم يشتكيني يقول لي انه بابا مثلا يبغاني خلاص قفل لي البلاي ستيشن قول لا يهدوا لازم تروح تنام عشان نروح نعمل كذا يعني ممتاز فتلاقي انه واحد لو انا شديت والده يهدي والعكس يهدي اهم حاجه ما القانون ما ينكسر ما ينكسر القانون ايوه نفس المبدا يمشي بس ان واحد يشد واحد يرخي فتلاقي يعني في المره الاولى صح يقاوم بس بعد كده خلاص يبدا يتكيف مع اسلوبه صحيح لو مثلا اخوانه ينبه على اخوانه انه لا تشدوا انتم كمان لانه خلاص قيد واحد في فرد شادد فلازم احنا ايش نهدي ونوجه للشيء للهدف نوصل للهدف اللي نبغاه فبنحاول ساعات لما يستصعب علي شيء والله برفع سماعه على
اخصائيات الاجتماعيات وقسم الاخصائيات النفسيات وبستعين بيهم، يعني بقول لهم احنا حاولنا في البيت كذا كذا، انتم متخصصين يعني احنا بس عندنا تجربه بنحاول اننا نحل هذه المساله، انتم كيف تساعدونا؟ فالله يعطيهم العافيه الاساتذه والاخصائيات بيحاولوا انه مثلا لا تناموا بدري، عندنا مشكله النوم البدري ده، فبيحاولوا انه بيتبعوا استراتيجيات خطط، يعني حتى في العادات اليوميه مثلا في مشاكل، يعني مثلا بيرفض يعمل مثلا يفرش اسنانه او كذا، فلاحظنا هذا الاسبوع ما شاء الله من حاله بيروح يفرش اسنانه من غير ما ندرس كله، فقلنا يمكن اكيد هنا في المدرسه في المركز الاساتذه بينبهوا على موضوع تفريش الاسنان، فيعني كون اننا نعمل في فريق هذا جدا مهم، يعني الاهل لا يحسوا نفسهم انهم هم متروكين لحالهم، صح؟ طبعا لانه حيتعبوا، ايوه صحيح، فلازم انه العمل كفريق، انا بزيد عليك الاسره والمركز طبعا الاشياء تفضلي فيها نقطتين، النقطه الاولى هي الولد في الاخير يبغى مصلحته، لما يشوف انه السلوك هذا قاعد يجيب لي النتيجه هذه مع مرور الوقت، صح، انا يعني مو مصلحتي، فبالتالي حيصير في تغيير سلوك، لما يشوف انه السلوك الايجابي ده قاعد يجيب لي نتائج ايجابيه في حياتي في الصف في البيت فحيمشي عليه، فالتغيير السلوك بصير بس لازم يبغى صبر، وفي البيت بنشوف اشياء كثيره، نحن يعني البيت 50% والمركز 50%، فبالتالي احيانا التواصل اللي بصير بين الابنة في المركز والام او الاب في البيت والولد يعرف بالضبط انه في تواصل، يعني انا في البيت مثلا اوكي انا بفرش سنوني في المركز بس ما بفرش في البيت، لا ما حقدر لان هم عارفين إيه لا صار يعرف ايه يعرف الربط، إيه فبالتالي نفس الشيء هذا الربط حيكون مره مفيد ولاحظنا عليه بيجيب نتائج ممتازه كثير، خصوصا إيه لما الولد يعرف انه بابا وماما والابلة على اتصال، كل شيء معروف هنا بصير وكل شيء معروف هناك بصير، ابلة عارفه ايش بصير في البيت وماما عارفه ايش بصير في المركز، فبالتالي تلاقي التواصل هذا ويجيب نتائج ممتازه، اكيد احساس بالامان، يعني سبحان الله حتى الطفل الطبيعي المراهق يعني هو صح بيحاول انه يستقل بذاته، لكن هذا لا يعني انه هو يعني ما يبغى اهله، الام والاب لما بيوجهوه يعني هذا من باب الخوف والحرص، فبيحس هو صح يقاوم بس بيعطيه شعور بالامان، فاكيد الطفل يعني من متلازمة كونه ومن ذوي الاحتياجات الخاصه اكيد هذا الشعور حينتقل له بطريقه او باخرى، اني انا حاسس نفسي بامان سواء في المركز او في البيت، ما في احد يكون ضدي. ممتاز. انا كنت يعني حاسب نقطه كمان دحين ذكرتني فيها، الكونسيستنسي في التعامل، صحيح في التعامل، عشان كمان الولد يعرف اذا في واحد ما يحبه، يعرف اذا بيتعامل معاه مثلا بطريقه معينه هذا انه لا ما بيتعامل معايا بعنصر الامان ده مفقود، لما الولد يعرف انه الاب ده بيتعاملني بطريقه فيها كونسيستنسي، لما انا بغلط لازم يكون في عقاب معين او تنبيه معين، شغال صح شوف اموري تمام، فبالتالي بيلاحظها الولد في البيت ولا في المركز الكونسيستنسي، اما مثلا مره سوى حاجه كويسه ونساب وبكره تعاقب وبعد بكره نساب وبعد ما في كونسيستنسي في المكان، ضاع الولد، صحيح خصوصا في مرحله التربيه ومرحله المرور في المراهقه وما قبل المراهقه، فنقاط كلها مره ما شاء الله ممتازه واستفدنا منك مره كيف انت بتتعاملي معاه في البيت وايش بتصير خبراتك اللي صارت هذه وخبره الابناء هنا في المدرسه، بديكي فكره كامله في البيت في المركز اللي بصير. ايوه حتى في نقطه ذكرها الاستاذ رشاد والاستاذ ايمان، الثواب والعقاب لما وهي وارتباطها بالمفاتيح، يعني عبد الهادي في عنده اشياء معينه يحبها ولا تلعب له فيها، يعني مجرد انك تحرمه منها خلاص يجن جنونه، وتكون اشياء بسيطه يعني مثلا أيوة. الايس كريم هو يحب الايس كريم، البلاي ستيشن ما شاء الله يعني محترف في البلاي ستيشن زيه زي اي طفل ثاني، تبغى حل واجب قل له حل الواجب تلعب بلاي ستيشن على طول يحله، والله يمكن في اقل من 5 دقائق حله بسرعه حتى لو كان غلط بس انه ادى واجبه ويجري يجري على البلاي ستيشن، سبحان الله يحس انه هذه نهايه الاسبوع جاي اول الاسبوع قيلوا تشبع بالبلاي ستيشن والايباد لانه هاي الاشياء مشيوله منه خلال الاسبوع،
في نهاية الأسبوع أنت تلعب فيها. ولو كان في وسط الأسبوع فيكون زي كده مكافأة فينبسط. بس يجيك الأحد الاثنين هو متشبع بلاي ستيشن وآيباد. يعني إيش ما حاولت إنك مثلاً تحرمه تقوله ما فيك خلاص أنا متشبع. هذا معناته لازم تلاقي لك مفتاح ثاني. إيوه. والمفتاح الثاني على التلوت الربوع يبدأ يشتاق مثلاً لبيت ستة أو جدته. ممتاز. وبيت خالاته ويعرف إنه في مثلاً أنشطة وفي احتفالات وده. فتلاقيه على طول من الثلوث الربوع يبدأ إيش الحنين. أقول يلا نام بدري عشان تروح لبيت ستة وكذا. فتلاقيه اسمع الكلام يقاوم لازم المقاومة بعدين يسمع الكلام. لكن ما ينفع إني مثلا أجي أقول له ما في بيت ستة يوم الأحد والاثنين لأنه شبع منهم خلاص. وهو زي يعني على قولك مفاتيح لازم أنت شوفي هو إيش يعني مفاتيح وجربي مرة مرة كل ما عرفت الطفل أكثر كل ما قدرتي يعني تتوجهي زي ما أنت تبغي لأنه خلاص مفاتيحه عندك يعني تعرف تضبطي خلاص يعني لا ما في كده عرفتي خلاص هي صعبة في البداية بس تأخذ وقت يبغى لها صبر بس لما تشوفي أنت نتائجها يعني حتى خليك إيوة خلاص لا عندك دافع إنه أنت تكتشفي أكثر وأكثر يعني أضيف كمان نقطة أحيانا يغفل عنها بعض الأهالي أو اللي هو موضوع التعزيز إذا أنت وعدتي الولد لازم توفي بعد لأنه بعد كده ما حيكون في ثقة وحيقولوا لا خلاص ما راح وهذا إحنا بنحرص عليها يعني والده ساعات يسألني هتسوي ده الشيء في زيارة تقدر تسويها أيوة في ولا بلاش يكون مثلا وعد وبعدين يكتشف إنه ما في شيء يقولوا لا بالفعل رايحين فأنا يعني يكون عندي حرص إني أنا أكون صادقة معه ما اني اخلف بعدي بعد كده ايش ما حاولت اني مثلا اوعده بشيء ما حيصدقني ولا حيجيب نتيجه. نقطه مهمه ممكن انت يعني خبير في ده الموضوع اللي هو حتى الاولاد او البنات من ذوي الاعاقه الذهنيه اذا في اختلاف ما بين الاسر وما بين تعديل السلوك نفسه فلو مثلا بنتي غلطت بغلط والولد غلط نفس الغلط في اختلاف في موضوع تعديل السلوك او العقاب او نقول احنا الكونسستنسي هذه جدا مهمه يعني كيف نحن بنتصرف بالبيت يعني كمان لو اخ واخت والاهل بيعاملوا الاخت بطريقه وبيعاملوا الاخ بطريقه ثانيه هنا العقاب وهنا العقاب بطريقه ثانيه هنا تقدر تغلط هنا ما هنا ما هنا الغلط هذا سامحناه عليه وهنا الغلط ما سامحناه عليه لا يعني لا الاسر لازم يكونوا عارفين الاب والام لازم يكونوا عارفين انه الاولاد بيلقطوا كل شيء بيعرفوا كل شيء بحسوا كل شيء حال الاهل ما يكون قصدهم ينتبهوا لكل شيء فعليا حرفيا فلازم يكون التعامل دائما مع الاولاد بنفس طبعا يعني بنفس الفلسفه بالضبط بمعنى انه لا الثواب والعقاب وايش غلط والصح في البيت واضح على الجميع يطبق ما في واحد يطبق عليه عشان ولد او بنت والثاني ما يطبق عليه اوكي والكوميونيكيشن التواصل اللي تفضلتي فيه ان احنا نتواصل معك يكون في ثقة يكون في بناء علاقة قوية مش بس بناء علاقة على إنه بس لما تسوي كده هتاخد شيء كويس لما ما تسوي كده لا لازم يكون بالأخير شغالين نحنا إنه أنت تكون عارف الصح وعارف الغلط ومستمتع بحياتك ومنتج بحياتك وكويس بحياتك وسعيد بحياتك هذه هي هدفنا لأولادنا هدفنا لأولادنا دولة الصغار عمرهم 13 14 15 حيكبر يصير عمرهم 20 25 بنجهزهم نحن عشان يكونوا معتمدين على نفسهم قبل الإمكان وعشان يكونوا أولاد سعيدين ويسووا الناس مبسوطين ويختلف طبعا إذا أم عبد الهادي بتتعامل مع عبد الهادي بطريقة معينة في أحيانا بعض الأسر يقول لك أنا تعاملت مع بنتي بالطريقة الفلانية ونجح جربي مع بنتك احتمال ما يمشي صحيح في اختلاف كبير في الموضوع يعني انا كاب ما ينفع اقول لي اب ثاني سوي زي ما انا سويت مع ولدي فبرضه هذه نقطه جدا مهمه اختلاف كل ولد يختلف وكل عائله تختلف صحيح. ولكن التجربه ترايل اند ايرور يمكن جربنا شيء ما نفع جربنا شيء ثاني الصبر ايوه الصبر في الشغل عشان في نقطه كمان جربناها مؤخرا بحكايه انه لما نطلب ينام بدري او مثلا يفرش اسنانه او انه ينام بدري عشان يصحى بدري بكره المركز لما نوجه له الكلام ذاته يا عبد الهادي نام يرفض ويعلى الصوت ويقاوم لكن صرنا مثلا اجي اوجه هالكلام لوالده يلا يا بابا نام بدري عشان تصحى بكره بدري وما تتعب في النوم
اجي مثلا الدار العامه في البيت اقول لها يلا يا فلانه نامي ترى حتتعبي بكره الصباح وتبكي وتزعقي في الصباح، فانه ما اوجه له الكلام هو، لان مجرد اوجه الكلام له هو على طول يقاوم ويسكت. هم تواصل غير مباشر يعني، ايوه بطريقه غير مباشره يوصل له رساله هو يفهمها انه الرساله هي لي، فانه بس انه كل البيت الحين حينام بدري عشان بكره حنصحى ورانا عمل، بس اننا ما حنقرب منك ما حنقول لك، لكن هو فاهم انه هو كمان من ضمن الاشخاص اللي في البيت اللي لازم يناموا بدري، تلاقيه يتقبل الموضوع مره بصدر رحب ويبدا يعني ممكن يروح غرفه النوم يستعد، لكن انك توجه له الكلام مباشره يرفض هنا، لانه اتوقع انا شوفي اغلبهم لانه انا تعاملت مع الاعمار هذه في فترة تحسيهم يعني لازم تعطيهم شوية اللي زي ما تقولي استقلالية، أيوة يعني مساحة، أيوة خلاص أنت حتقوم من نفسك حتقوم حتروح تنام وكذا، ممكن زي ما قلتي تحطي له منبه خاص هو بمجرد ما يسمع منه، حتى لو أنت سمعت المنبه لا توجهي له الكلام، خلاص شوفيه هو حتلاقيه هو سمع منه، لما يشوف إنه ما في أحد خلاص يحس إنه هو كبير وعارف إنه يروح وكذا، لأنه أحيانا في بعض اهالي يعني هم من حرصهم الصراحه يعني حريصه او بتخاف او كذا، تلاقيها مره يعني شفتي ليش يعني حافه البنت او الولد، فاهمه تحسين انه يعني تنتبه لها، مثلا يجوا المركز انا اشوفهم كثير يعني يدخلوا تقعد تتابعها اقول خلاص سيبيها خليها هي تروح، هي حتعرف تروح وتيجي، يعني لازم تعطيها المساحه هذه عشان تحس انه هي استقلت، انه هي بدات تكبر، انه انا خلاص اعتمد، وهم اصلا في الاخير المفروض ان هم يتعلموا خلاص يعتمدوا على نفسهم. صحيح في كل شيء، ما نحاول نعطيهم مساحه، ما نحاول نذكرهم بشيء معين، حتى احيانا المهارات، احيانا يعني تفتكري زي السنه اللي فاتت سابت بعض البنات انه خذوا راحتكم اعطوني مهارات، ف طلعت مهارات اول مره نشوفها يعني، فهذه النقطه اللي تقول عليها انه سيبوا مساحه للاولاد والبنات يعطوهم فرص يبدعوا، فعلا صحيح مساحه وثقه ومسؤوليه، مسؤوليه فعلا، هذا هو هذا اللي يحتاجه. صح، انا حديك اليوم الان انت عمرك 15 حديك مساحه اكثر انك تعبر عن شخصيتك اكثر، بس تجي معها مسؤوليه توريهم انت احسن من الشاب، ايوه فبالتالي اوكي يلا انا ما حقول لك كل يوم فرشسنا انت رجال وفرشسنا في المنطقه، والحب والحب دائما ترددين انه انت خلاص انت كبيره انت، أيوة. مره ينبسطوا يعني الكلمه هذه يعني انت كذا يعني خلاص انت كذا انت كبيره ولا صغيره، تقول لك انا كبيره خلاص كبيره تسوي كذا، ايوه فتلاقيهم يعني هم يحبوا انه خلاص انا صرت، يعني انا عندي واحده من البنات كانت في مرحلة أقل والحين أكبر، بس تقول أنت كبيرة صغيرة، قلت لا أنا كبيرة، يعني عارفة هي رافضة طبعاً كبر بالطوفة وشوفي صرت يحبوا إنه أنت دائماً تبيني لهم إنه أنت لا خلاص أنت حتروح النفس، يعني تعطيهم شوية الثقة، طبعاً ما يمنع إنه تتراقبي بس راقبي من بعيد، بس لازم يتعود إنه هو في الأخير يوصل لمرحلة من عمره خلاص، يعني أنت حتى ما تتعاملين معاه خلاص، إنه هو أوردي زيه ممكن زي أخوانه خلاص، يعتمد هو يقوم ويلبس ويروح يعيش حياته طبيعية، ما يحتاج نقطة دي لما قلت عليها ذيك المرة في الاجتماع، بالفعل صرت أقول له أنت ما أنت صغير أنت كبير، يعني ما بدي أقول له رجال عشان كمان يعني يمكن الفكرة شوية كبيرة عليه، أقول له أنت كبير زي عبد الإله أخوك، تفهم أنت بيبي صغير تبكي كذا وتزاحي، فكذا حسيت هالفكرة لفت في دماغه كذا واستوعبها، بس انه يحتاج لها وقت تتكرر، أيوة. ايوه بس حسيت انه يعني في فهم استوعب، ايوه قلت يبغالي دائما يعني اردد له، هي يعني تحسسه بش مره يعني كذا انت كذا تعطيه زي الدفعه كذا تحفيز وتشجيع ودعم، ايوه الله الموضوع جدا رائع، ولو قعدنا نتكلم فيه حنقعد، والقصص ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه ام عبد الهادي، ابدا والله عيوننا للمركز العون، الله يسعدك يا رب، ما بتقصروا معانا، مجرد نرفع السماعه ونطلب مساعده منكم ما بتقصروا، الله يسعدك واجبنا هذا دائما، يعطيك العافيه وصدر شاد، شكرا شكرا لكم جميعا، العفو، شكرا.